السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. النهاردة بإذن الله ناوي أعمل لكم فيديو عن الRDP، لأن لقيت ناس كتيرة مهتمية بالRDP على القناة، وأكتر ناس بتدور وبتبحث عندنا في القناة هي على الRDP المجاني. النهاردة أعمل لكم RDP مجاني من شركة جوجل بمميزات الادمن او بصلاحيات الادمن، بس هو مشكلته حاجه واحده بس، ان هو كل ساعه ونص هيقطع منك، ولازم تعمل ايميل جديد. لازم تدخل على خطوه جديده كده تعملها عشان تدخل بساعه ونص تانيين، بس مش مشكله، بدل ما تدفع 900 دولار في الشهر. فده فكره ان هي ايه، مهاره بتتعلم الفيجوال ماشين او الاجهزه بتاعه الRDP ازاي تعملها على الانترنت. اول حاجه لازم يكون عندك ايميل جوجل، اعمل اي ايميل، مش شرط ايميلك الرئيسي، وتدخل على الموقع اللي هسيبه لك اسفل البتاع ده، اسفل الفيديو، وادخل على جوين، اعمل جوين، وهنا هتكتب اسمك، وهنا هتكتب او بلاش تعمل كل ده، اعمل ساين ويز جوجل وادخل بالايميل اللي انت شغال بيه. هتوافق على اللي انت منتشر بوته، بتقول له اكسبت، تمام. كده تمام. بعدين هنروح هنا على الموقع التاني اللي هسيبه لكم برضه اسفل الفيديو، وتكتب تعمل accept، وتقول له register today، وبعدين اهم حاجة تدخل نفس الايميل بتاعك اللي انت مشترك فيه في الموقع الاولاني، تمام. فهنقول له register today، هنحط اسمك برضو، وهنا اي حاجة مصر مثلا. الايميل بتاعك اهو، لازم الايميل ده يكون هو نفس الايميل التاني، والموقع بتاعك عادي، اي لو عندك موقع، عندك ما عندكش موقع حط قناتك على اليوتيوب، حط اي حاجه مش مشكله. الوظيفه خلاها ادمنستور، رقم التليفون بما اني داخل من امريكا هحط لهم رقم امريكي علشان انا معايا برنامج طبعا بيجيب لي الرقم الامريكي، فبدخل احط رقم امريكي. فانا هخليني خطوه خطوه معاكم يا جماعه لحد ما تخلصوا. انا بطيء في الشرح جدا على فكره، وفي ناس بتزعل من الحكايه دي، بس انا بطيء علشان في ناس جديده لسه ما تعرفش يعني ايه RDP، ما تعرفش يعني ايه كمبيوتر اساسا. فانا ماشي واحده واحده معاهم، واختار اللي تختار الدولة، وبعدين تختار اي ولاية، تمام. وبعدين هنا بيقولك انت شغال ايه، قول له ان انت شغال بتدرس، بيقولك هنا عاوز ان اخبار تجيلك من الموقع، قول له نو، بيقولك خلاص ثانك يو ان انت، بيقولك شكرا ان انت سجلت معانا، تمام. هتروح بقى ترجع للايميل بتاعك خالص، الايميل اللي انت اشتغلت بيه، هتستنى رسالة من جوجل كلاود، هتجيلك شوية كده يعني في دقيقة ولا دقيقتين هتكون وصلت إن شاء الله. مميزات الRDP اللي أنا هنعمله ده، أولا خلينا نقيس السرعة هنا الأول عشان تشوفوا اللي احنا في الدول العربية بنعاني ازاي. شايفين السرعة بالميجا، ميجا بايت، السرعة ميجا بايت 22، ربما توصل ل30 او 31 او 100، ممكن توصل ل148 ميجا بايت. السرعة بتاعت الانترنت 48 ميجا بايت يا جماعة. هنشوف بقى الRDP بتاعنا هيبقى السرعة بتاعته كام بعد ما ندخل ان شاء الله. فاحنا في انتظار الرسالة، ان شاء الله توصل حالا. هي ما بتاخدش اكتر من دقيقة او دقيقتين. دلوقتي الرسالة جات لنا يا جماعة، جات لنا من جوجل كلاود اهي، المرة بتفتحها لما انتوا تشوفوها. طيب دخلنا ندخل عليها ونشوف بيقول لنا ايه. بيقول لنا ان في كود اهو، لو انتوا لاحظتوا ان اكسس كود، هتجيب اكسس كود كده هتعمل له، هتاخده نسخ وتقول له ستارت. الRDB ده يا جماعة شوف هو جاب لك الكود مرة واحدة لوحده، بعدين بتعدل الاختبار وتختار الاختبار اللي هم عاوزينه وتقول له تمام. بس كده. بعد كده بتعمل ايه؟ بعد كده بتروح على الجوين، بعد كده بتروح على الموقع ده تاني تمام، وتعمل ساين ان. تمام، بعد ما بتعمل ساين ان بتدخل هنا على كاتولي، طلع الكتالوج بتاعه. ومن هنا بتبحث عن حاجة اسمها ماشين. هسيب لكم الكلمات دي عشان اللي ما بيعرفش يكتب انجليش، هسيبها لكم تحت عادي مفيش مشكلة. وهتبحث عن creating a visual machine. زي ما انتوا شايفين اهي على كلمة لاب بالأصفر Creating Visual Machine، تضغط عليها وهنا هتقول له Start Lab وتعدل الاختبار، تقول له استخدم. تمام، بعد ما يظهر كده قول له End Lab واديله 5 نجوم وقول له ايه تمام. تمام يا جماعة، هنرجع خطوة واحدة وهنكتب الكلمة دي ميجريتنج، هسيبها لكم برضو تحت الفيديو كل حاجة، ما تقلقوش معايا يا جماعة، انا واحدة خطوة خطوة معاكم كلكم، وهسيب لكم الكلمات اللي انا بكتبها دي تحت البتاع لحد ما تفتحوا كلكم RDB. هتختار بعد ما تكتب الكلمة، هتختار أول حاجة اللي هي مكتوب فيها ويب سايت دي، هيجيلك برضو كلمة لاب بالأصفر تضغط عليها. هنا بيقولك إن أنت هتاخد 1.5 ساعة RDB، متقلقوش، 1.5 ساعة لما تخلص هقولك هتعملوا إيه. تعمل ستارت لاب وبعدين يوز كده. هو ادانا يوزر نيم كده، ادانا يوزر نيم وباسورد. شوف يقول لك يوزر نيم والباسورد. هنروح على جوجل كلاود، هنكتب جوجل كلاود اول واحد، وهنقول له add another account، يعني إضافة حساب جديد. وهتروح تجيب البيانات اللي هنا، اليوزر نيم والباسورد. وتقول له accept. واقول له confirm. دخلنا هنا كده. هندخل بقى على جوجل كلاود. جوجل كلاود عشان ندخل بالحساب بتاعنا التاني اللي احنا واخدينه منهم. هنغير من هنا الحساب اللي احنا واخدينه من عندهم وندخل عليه. تمام، ونقول له كونسول. لحد هنا تمام، قول له تمام. طيب بيقول لك انت مكانك فين، قول له زي ما هو كده وتقول له اوكي. طيب من هنا هنعمل ايه؟ هنيجي على رمز الكمبيوتر ده مكتوب على كمبيوتر وبعدين اول واحدة. طيب لو معرفتش اجيب دي اعمل دور على VM، ابحث عن VM هنا وهات برضه اول واحدة. تمام كده احنا ماشيين تمام، مفيش اي مشكلة بالنسبة لنا. وهنختار الأخيرة رقم 2 وهنقول له استمرار. هيفتح معانا الصفحة دي زي ما انتم شايفين. هتضغط على جريت. نركز بقى يا جماعة، اللي جاي بقى هو المهم، اللي جاي هو المهم. هنا بيقول لك حط اسم المشروع، انا هحط له نصر مثلا، هحط له نصر 2030. هنا بيقول لك اقرب سيرفر ليك، الافضل انت تختار اقرب سيرفر ليك. انا كنت في اسيا اختار اسيا، لو كنت في اوروبا اختار اوروبا. انا هسيبها زي ما هي. هنا بقى مواصفات الجهاز بتاعك، مواصفات الجهاز يعني هو جايب لك الديفولت بتاعه 2 جيجا CPU و 4 جيجا الرام. فانا هغيرها واختار 4 جيجا و16، 4 جيجا CPU و16 مواد. ما تختارش اكبر حاجه علشان الجهاز بتاعك ما يفصلش. هنا بيقول لك لحد الان تكلفتك الشهريه $98. انت مش هتدفع حاجه لانه مش حسابك اساسا، ما تقلقش، ده مجرد مهارات وتعليم من جوجل، من شركه جوجل نفسها. في حاجه مهمه هنا عند البوت ديسك دي، هتعمل تشينج، هتغير النظام اللي انت هتشتغل عليه. هو النظام بيجي كده، انت هتضغط هنا وتعمل ويندوز سيرفر، ويندوز سيرفر، وهتختار اسهل حاجه فيهم اللي هو ويندوز سيرفر 2019 كده. تمام، بيقولك الهارد بتاعك كام، خليه 50 مفيش مشكلة، عشان كل ما بتزود المساحة والإمكانيات كل ما هيعمل معاك مشاكل بعد كده. 50 جيجا انت اصلا مش هتملاها، انت مش هتسجل عليها، ده هو مجرد ساعة ونص وهيخلص. سيلكت، اختار سيلكت، ومن تحت هتقول له جريد. يعني تكلفة السيرفر ده يا جماعة، الارض بيل اللي انا بديهولكوا دلوقتي $223 في الشهر. بعد ما نقول له جريت هنستنى دقيقة أو نص دقيقة لحد ما العلامة دي تخلص، اللي هي الحالة بتاعت ويندوز الRDP أو السيرفر. طيب أنا لحد ما العلامة تخلص هقول لكم أنا بختار أو أنا بستخدم السيرفر في إيه. فاكرين الدرس اللي أنا قلت لكم عليه اشتغل وأنت في بيتك أو اشتغل مجاني واكسب $مجاني من متصفح، وشرحت لكم المتصفح وازاي بجيب $منه. انا بنزل المتصفح ده عليه لمده ساعه ونص وبيقعد يكسب $. انتوا ممكن تعملوا كده وتشوفوا الفيديو، هيظهر لكم فوق دلوقتي وهسيبه لكم برده اسفل الفيديو ان شاء الله. من هنا العلامه دي لما تخضر معاك هتيجي هنا كده جنب كلمه RDP هتقول له سيت ويندوز باسورد. ده اليوزر نيم بتاعك يا جماعه، لازم تاخده نسخ، لو راح مش هتعرف تجيبه، لازم تاخده نسخ وتخرج بره وتحطه في تكست كوماند مستند جديد اللي هو يوزر نيم، وهنرجع تاني ونقول له ست. هنا جاب لنا الباسورد، هناخده نسخ برضه ونقول له كلوز، وهنرجع نحطه هنا كده. تمام كده احنا معانا اليوزر نيم بتاع الار دي بي والباسورد بتاع الار دي بي. طيب يا جماعه معانا الباسورد اليوزر نيم والباسورد بتاع الار دي بي. طيب الفكره بقى هنعمل ايه هنا؟ هندخل على من الويندوز بتاعك على ريموت ديسكتوب، تمام، على ريموت ديسكتوب بالاداه دي، وهترجع تاني كده، نرجع تاني للار دي بي. هتلاقي حاطط لك هنا اصلا الاي بي، هتاخد الاي بي نسخ برضه، يعني احنا بنبقى محتاجين التلات حاجات دول، الاي بي واليوزر نيم والباسورد. فاحنا هنحط الاي بي وهناخد اليوزر نيم زي ما انتم شايفين قدامكم كده، وهناخد الباسورد. انتوا فاكرين اصلا النت، سرعه النت بتاعتنا كانت كام؟ 44 ميجا بايت. ركزوا بس عشان هوريكم حاجه. وهندخل نقول له ادخل معانا، هنلغي دي كده. بجرية بيفتح لنا الويندوز الار دي بي بتاعنا، والعملية تمت بنجاح زي ما المهندس محمد نصر بيوعدكم دايما ان الحاجة تكون مظبوطة ويتأكد منها قبل ما نعملها. طيب هنلغي دي، هنقفلها عشان بس ما يحصلكش مشاكل بعد كده، عشان ما يحصلكش مشاكل بعد كده. هتجيب لوكال سيرفر، وهنا قصاد الاي اي سكيورتي هتضغط على الاون وتخليها اوف. وتقفل دي عادي، متقفلش من فوق من هنا، تقفل ده بتاعت السيرفر لانك انت داخل هنا. طيب دلوقتي خلينا نشوف حاجة تانية، وهي هنخلينا نفحص الانترنت عندنا تاني على الكمبيوتر بتاعنا. ده الكمبيوتر بتاعنا، ده مش السيرفر، السيرفر تحته يا جماعة، السيرفر في جنب اهو، ده الكمبيوتر بتاعنا، السيرفر معانا تحت اهو، وده الكمبيوتر. طيب 24 ميجا بايت يا جماعة، سرعة يعني مش هقول لكم زفت بصراحة، الحمد لله على اللي احنا اننا في الدول العربية يعني. بعدين هندخل هنا على السيرفر بتاعنا اهو، السيرفر بتاعنا موجود معانا اهو. هندخل نجيب، المفروض ان احنا اول حاجة هنعملها هننزل جوجل كروم، صفحة جوجل كروم عشان ده المتصفح العادي بتاعه، بس خلينا بدل ما ننزل متصفح جوجل كروم خلينا الأول نشوف سرعة النت على السيرفر ده قد ايه. هنجيب موقع fast.com عشان نشوف سرعة النت قد ايه. جماعة انتوا فاكرين ال 24 ميجا بايت، 24 ميجا بايت يا جماعة، فاكرين 24 ميجا بايت على الكمبيوتر بتاعنا الأساسي ده؟ استنوا بس. وعلى فكرة 880 ميجا بايت يا جماعة، 880 ميجا بايت. على فكرة حتى المتصفح ده هيبقى ضعيف شوية، ممكن لو نزلنا متصفح تاني هيبقى السرعة، هيبان السرعة أكتر. فخلينا ننزل جوجل، شوف أصلا التحميل هيبقى إزاي لما أجي أنزل جوجل كروم. جوجل طبعا يا جماعه الار دي بي ليه استخدامات كتيره جدا 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 من ضمنها اللي انا بقول لكم على ان انتوا تقدروا تنزلوا عليه المتصفح اللي احنا شرحنا قبل كده وتكسبوا من عليه $، وانتوا قاعدين وحتى نايمين على السرير. خلي بالكم يا جماعه، هو محملش لان اصلا ما خدش وقت للتحميل خلاص، يعني هو نزل بسرعه الصاروخ. ونازل بسرعة الصاروخ يا جماعة، تخيلوا يعني المتصفح دلوقتي شوف خلاص بيتسطب يا جماعة، بيتثبت. ما تنسوش تتابعوا قناتنا مصراوي تك، احنا والله بنتعب انا والمهندس اكرم، دايما بنشرح لكم حاجات مفيدة وشروحات. انا مهتم بالربح من الانترنت، مهندس اكرم بيهتم بالجرافيك والديزاين و زي ادوبي، برامج ادوبي وكلام من ده. طيب المتصفح جوجل كروم، متصفح جوجل كروم نزل، هنخلينا بقى ندور على فاست نشوف السرعة هنا كام، هل هتختلف ولا لا. بالظبط اختلفت يا جماعة بالجيجا، دخلنا في الجيجا يا جماعة، دخلنا في الجيجا بايت. يا نفسي اشوف ده في الدول العربية بجد، جيجا بايت سرعة النت 1 بوينت. خلينا اما يقف عشان ما نفرحش، خلينا اما يقف 1.3 جيجا بايت يا جماعة سرعة الانترنت، 1.3 جيجا بايت انهاري. طيب هل حقيقية؟ هقول لكم حقيقية ولا لأ. أنا بدخل على موقع بينزل برامج لما أكون محتاج برامج ولا أي حاجة. تمام، خلينا نشوف بقى، خلينا نشوف اي برنامج عاوزين ننزله، اي برنامج حجمه كبير عشان نتاكد بس ان السرعه دي حقيقيه. انا عارف ومتاكد 100% ان السرعه حقيقيه لان ده سيرفر جوجل، يعني جوجل مش محتاجه انها تضحك علينا. عاوزين حاجة تبع حاجة تكون ضغط، مثلا الأدوبي فوتوشوب 22. بقول له ده 3 جيجا يا جماعة، ركز كده 2 جيجا بوينت 11، شوف هينزل في قد ايه. هنحسب دلوقتي الساعة عندي 5 بوينت 20، 5 وتلت يعني بالظبط. هنشوف هينزل في قد ايه 3 جيجا دول. طيب هو مبدئيا عطيلي 9 دقايق، مبدئيا كده هو عطيلي 9 دقايق. احنا قلنا ان الساعة 5.20 هو بينزل تحت اهو. انا بس بعمل لكم اختبار لسرعة النت، فهنشوف الدنيا فيها ايه. طيب يا جماعة، هو اللي باين أصلا إن السرعة مهولة، ان هو لو جت تشوف مثلا اصلا التلاتة جيجا دول هتنزلهم على كمبيوترك قد ايه، انت مش يعني ممكن تاخد 4 ايام 5 ايام، فده بيعد في دقايق. فعشان احنا ما نطولش عليكم الفيديو ويكون وصلنا للي احنا عاوزين نوصله لكم، ف هنقفل ونلتقي ان شاء الله في درس جديد وشرح جديد. كان معكم مهندس محمد نصر، ارجوكم ادعمونا في القناة، اعملوا اشتراك للقناة ولايك عشان الفيديو ده يوصل لو عجبكم، وان شاء الله هكمل معاكم سلسلة الRDP المجاني، كل ما اشوف طريقة تجيب لكم RDP من عينيا ان شاء الله وانا في الخدمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.